سحر كتار في السودان ونيجيريا والمغرب وفي غير من بلاد بعض بلاد المسلمين، ويدعون علم الغيب. والزول هدف من الكلام ده أمران: الأمر الأول جمع المال، والأمر الثاني نيل المكانة بين الناس. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال: والذي يتكلم بالمغيبات ويدعي أن هذه كرامة وأنه من أولياء الله، قال: إنما هو من أولياء الشيطان، إنما هو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. هكذا قال في فتح المجيد. قال: والولي لا يظهر صلاحه ولا يزكي نفسه، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، ذكر هذه الآية: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. بل قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: بل عامة الأولياء وعادة الصالحين أنهم يخفون أعمالهم الصالحة، وأنهم ينكسرون لله تعالى، وأنهم يخافون من عذاب الله، لا يفتخرون. قال: فهذا تميم ابن أوس الداري رحمه الله يقوم الليل ويبكي إلى الفجر يخاف من النار. وهكذا عامة الأولياء والصالحين. فالزول مما يقول لك: نحن بنربط لك فلان الفلاني، لكن انت بس ادفع ولا جيب لنا ديك اسود وما بعرف وعتود عاقبه والديه وما بعرف وجداده كذا والى اخره، ومرات يقول لك اشياء: جيب لنا دم كذا، ضنب فار ودم ضب، انت ذاته ومرات يذكر لك اشياء ما بتقدر تجيبها، تقول لا هذه جيبوها كيف؟ تقول له يقول لك: ما تدفع، عندنا ناس بيجيبوها، وداري عندنا ناس بيجيبوها، وشيل القروش يلمها، والله الذي لا اله غيره، ياكلوا السحت وياكلوا المال الحرام ويلعبوا بعقول الامه، والناس تشوفهم من كبار اولياء الله الصالحين. يا اخ سعد بن معاذ رضي الله عنه في البخاري: اهتز لموته عرش الرحمن. ده ولي يا جماعه ولا ما ولي؟ زول صحابي مات في الارض، العرش اهتز في السماء فوق السماوات العلى. ده ولي ولا ما ولي؟ ولي. هل عنده كرامه زي دي؟ هل كان بيدعي علم الغيب؟ الكرامه امر، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: امر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي. دي الفاظه كده، قال: المؤمن التقي اما بدعاء او عمل صالح، ولا تاثير له هو في الكرامه ولا قدره له على يعني استعمالها الا باذن الله سبحانه وتعالى. وإلا بإذن الله دي ذكرتها أنا، لأن الكرامات دي التي ذكرت في القرآن والسنة جاءت بإذن الله وما فيها معارضة لحكم الله سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، دي كرامة. كونه أكل الشتاء يجيها في الصيف وأكل الصيف يجيها في دي كرامة. الكرامة دي حصلت بإذن الله الكوني أول شيء، واثنين الإذن الشرعي ما بعارضة، لأنه كونه زول يجي وكل في الشتاء وهو أكل الصيف، ده ما بصادم آية ولا بصادم حديث، لا يصادم آية ولا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه زول يدعي علم الغيب ويقول دي كرامة، دي بتصادم القرآن. الكرامة دي ما بتصادم القرآن، مما يجيب لك شيء بصادم القرآن أعرفه دي ما كرامة، شغل بتاع شعوذة ولا كذب ولا دجل ولا استدراج، ما في شيء رابع. طيب، فالإنسان لا يذهب إلى أولئك الناس، راحت منك شيء بس افتح بلاغ وأدعو الله، جاء خلاص الشر راح،
ما جاء خلاص، ما جاء الله بعوضك يا بعدين في آخرة. بعدين الإنسان يبتلى في أشياء بتنقص من حياتك دي، تدار حياتي استمر طوالي بس ساكن كويس وماكل كويس وراكب كويس وأي شيء تمام، ما الله يبتليك بالنقص. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وشنو؟ ونقص، ده ما يبتلى، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، مش اللي بيمشوا للدجالين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لهم ثلاثة فوائد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، قالوا عن عمران ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، يعني دي براءة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ من الناس زي الآن بيذكرهم في الحديث، يعني يتبرأ منهم. كيف يكون هن أولياء وهو صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم؟ قال: ليس منا من تطير أو تطير له، يعني يتشاءم ولا زول يتشاءم له، دار يسافر يقوم امرق مرقته من البيت كذي، ركب العربية، العربية تبطل ما تدور، يقول أوه السفر ده معناه والله فيه شر، مين السي هذه بطلت، ولا ماشي في الطريق العربية تنقلب طوالي شنو يخاف ويرجع، ولا تطير له، دار يسافر واحد يقول له والله أسمع والله أنا سفرتك دي أصل ما مرتاح لها الليلة، مما فلان ده قابلنا من الصباح معناه سفرك ده ملخبط مرة واحد، تطير أو تطير له، ده تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أو تكهن أو تكهن له، تكهن ده الكاهن، تكهن له ده الزول شنو المشاله، أو سحر أو سحر له، وده في ورد على الناس الذين يجيزون حل السحر بالسحر كما سيأتي ذكر المسألة والخلاف فيها، والراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى. زول الساحر ده تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ولي صالح لله سبحانه وتعالى؟ يقول لك والله الطريقة الكزنزانية من كراماتهم بيأكلوا الأمواس وبيأكلوا القزاز، والواحد بيدخل السيف بيجاي بيمرقوا بيجاي، وبدخل الخنجر بيجاي بيمرقوا بيجاي ويطاعن نفسه، هل دي كرامة؟ والله قال: ولا تلقوا بأيديكم شنو إلى التهلكة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيلبس الدرع، وهل القزاز ده تأكله ده من الطيبات؟ أول شيء ده كان حلال ذاته، يا أيها الرسل كلوا من شنو، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، قبل كلوا من الطيبات الرسل، تأكل موز دي من الطيبات يا أخي تقرمش فيها مصرانك ده بيحصل له شنو جوا، والشنو كذي الإثنى عشرية واللخبة الجوة دي كلها، وكلها بلبلة زايق تأكل لك موز، دي كرامة؟ انت اصلا لو بتاكل حاجات زي دي، ولو الناس زي عندهم تاثير في الكون ما ياثروا في الكفار، واحد لو بياثر في الكون ما ياثر في الكفار، يخوف فيك انت المسلم، نحن بناكل كذا وبنعمل كذا والى اخره، وبعد شويه يقول لك اذا تكلمت في شيخنا بغير فيك وبتبين فيك وبينفخك. واحد من اخواننا بيتكلم في التوحيد ويتكلم في السحره، مشى بلدهم، أنا بعرفه باسمه وبعرف بلدهم، بلدهم جمس النار، مشى ويتكلم في السحرة والفريق بتاعه ملان سحر، قام واحد من السحرة قال لي عمة أخينا ده، قال لي فلان ده نحن بنلجن وصبري له بنلجن، ويتكلم في السحرة يلجنوه، دي الناس كويسين يا جماعة. الزول بعد فترة جاء الخرطوم هنا
قام جاته حبه في لسان، شوف الابتلاء وين، جاته حبه في لسان، واحد رغى له بقى كويس شويه، ثاني بعد فتره جاته ورا، ثاني بعد شويه لسانه بقى بيطلع برا، تقول له السلام عليكم، يقول لك بس كده. قاموا الجماعه فرحوا طاروا بها مالوا البلد، ودوز النار. الدكتور قال لهم ده مرض جديد اكتشفه دكتور مصري، والمرض ده بصيب اللسان وبصيب العيون، لا عنده علاقة بالسحر ولا عنده علاقة بالدجل ولا عنده علاقة بالصلاح ولا عنده علاقة بالفساد. وكثير منهم كذي يفتخر، وللأسف يفتخرون بالشر. ما لقيت ساحر أنا والله على وجه الأرض بيقدم خير للأمة، ما في، بس السحرة بيفتخروا بالشر وبالسوء. وصدق الله كما قال موسى عليه السلام، قال الله عنه: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي ساحر ده مفسد في الأرض، ده ما صالح في نفسه ولا مصلح لغيره. طيب، قال: أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وذكره وأثبته الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، ملخص الفوائد ده يا جماعة ملخصة فائدتان. الفائدة الأولى أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا تمش لساحر ولا لكاهن ولا لعراف ولا تتشاءم لتتطير وكذا وكذا، ومن فعل هذه الأمور فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتتخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرأ منك يوم القيامة وفي الدنيا، موضوع ده خطير، لأن الناس يوم القيامة بيعطشوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والحوض فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك شنو؟ الكوثر. وإجوا ملائكة، إجوا بعض الناس من أمته ليسقون الماء عشان يشربون الموية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتضربهم الملائكة بسياط فيقول: أصحابي أصحابي، فيقولون: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول: سحقا لمن غير وبدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية يا جماعة أن العبد يلجأ إلى الله وحده لا شريك له، طالما هو يملك النفع والضر ما تلجأ ليديه، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. زول يدعو يا أخي، زول أي زول عنده مشكلة في الحياة دي، أي مشكلة أسرية مالية بتضايق كثير كذا كذا غيره من الأشياء، بتقرأ في جامعة وما قادر تقرأ، فقر، ابتلاء في السوق، في غيره، مرض، أنت قوم بالليل أسأل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما جاء في الصحيح: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، أي نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه. وانت تكون نائم ليه؟ تقوم تسأل وتتضرع لله سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى آخره، من أتى كاهنا أو عرافا. طيب، قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. والتعريف ده فيه شيء من الحق، لكنه ناقص من الإمام البغوي رحمه الله تعالى، لأن الناس في هذا الأمر على قسمين: بعض الناس يعرف الضائع
بمقدمات وبأمور حسية. يعني ممكن يتابع الحرامي بشنو؟ بسير الأقدام، ايوه، وبالبصمات، ممكن بأشياء كثيرة جدا. هذا لا يقال عنه أنه العراف الذي قصد شنو في الأحاديث. لذلك العلماء جاءت تعريفات أخرى عنهم في معنى العراف. قال: وقيل هو الكاهن. العراف ده هو الكاهن ذاته. طيب، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، الأشياء اللي بتحصل شنو لقدام، وده زول كذاب في النهاية، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كونه يقول وعنده الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا نافية، وإلا استثناء، وده حصر، لا يعلم هذه المفاتيح أو المفاتح إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، مفاتح الغيب شنو؟ في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة، ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة، ذا مفتاح، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس، وده الشاهد نمرة أربعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فرب العزة والجلال قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ودرد على الكهنة وعلى العرافين وعلى الوداعين وعلى الرمالين وعلى المنجمين وعلى غيرهم ممن يدعون علم الغيب. اي زول يقول لك بكره بيحصل كذا، اعرفه كذاب طوال. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. صاحي انت ممكن ترتب، تقول انا بكره من الصباح بدل امشي السوق داير امشي المستشفى لفلان، وبرنامجي كذا وكذا وكذا وكذا. دي نيتك، لكن ده ما إخبار عن شنو؟ عن الغد، لانه بكره قد يحصل لك شيء من الصباح. هاي هاي، تفضل شيخ احمد. شيخ ولا الغايب ده او لابس دي جاي تدار تتكلم. هاي قال هو جازم، قال يعني انا قلت لكم اللي مغادي عمره 31 سنه. ما في اثنين ترى. 31 سنه واربع هذه العنوان الاول. ايوه. اخونا شيخ احمد الله يحفظه فذكر عن بلة الغايب انه قال حكومة الانقاذ يعني عمره 31 سنة واربع شهور، اربع شهور دي طبعا ما من المونتاج ساي عشان الشغلة الزول يصدقها هاي، وده زول كذاب في النهاية، مش سنة دي بنصبر نشوفها، ولو حصل ما دليل عليه صدقه، لأنه قبل كده قال أشياء وادعى علم الغيب وكذب فيها. هسه كأس العالم الفات قال كأس العالم بتغلب فيه والبرازيل وبتشيل كأس العالم. واحد قال لي البرازيل طقوها كم؟ سبعة ولا كم مرة؟ عشان كذا يمنعوا أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، المهم مغلوبة. ولذلك ابن عثيمين رحمه الله قال في رياض الصالحين قال: قد يصدق أحيانا للحديث، يعني يقول كلمة وتحصل، لكن يكذب معها مئة كذبة. قال: وقد يكذب أحيانا. قال: ومن ذلك أن مسيلمة الكذاب أتي به لبئر، البئر قال مويته بدأت تخف، جابوا له مسيلمة قال له: أنت نبي وخذ يدك كذا في البئر دي عشان الموية تمرق له. قال: فوضع يده فغارت في الأرض فلم يخرج منها شيء، غتزت الموية مرة واحدة. وده زول غريب جدا، ونسأل الله العافية. والنازل عندهم أساليب طبعا بعاين كذي، لقى الثورة قوية وحسبها كذي وكذا وكذا، معناها الشغلة دي بتنقلب معناها إلى آخره وكذا، ممكن يديك كلام زي ده، وقد يحصل وقد لا يحصل. لكن يكفي
أن الله تعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وده زول مجرم يا أخي، بل ذا البل الغايب ده. احنا والله ماشينا على الحرم، واحد سايق عربية سعودي اسمه طلال، أنا ود الناير ده. بعدين قال لنا عندكم في السودان شيخ دجال خالي بيمشي له كل سنة، قال مشي له 8 موبايلات كبيرة بيشيل له سوداني، والزول ده بقول بيشفيه ولي أسي خالي مشلول ما قادر يقوم، وكل سنة بيمشي له. قلنا ليه اسمه منو؟ قال والله نسيت اني اتصل بناس البيت، اتصل قال له اسمه بلا الغايب. انا عرفت الزول ده بالي من السودان مرقة لما اللخبط برا ذاته، نسأل الله العافية. والناس زي يا جماعة ناس الله بيبتليهم ابتلاءات عجيبة جدا. واحد فيهم بده قال بيشفي، الله ابتلاه في بيته بعرفه باسمه الرجل ده وبعرف بيته. الله ابتلى في بيته بقت عن خلاف اليد والرجل، اتشمط كده وداه مصر ما نجح، وداه كذا محل ما يوديها، وبي دجله ما قدر يعالجها لليل. وده ذاته جابوه في موضوع، ده ذاته اللي عنده بيته دي جابوه في موضوع، قال لهم جيبوا جنجدادة بيضة، جابوا البيضة، قصتهم مع الجنجداد والسواسيب شنو ما بعرف، جابوا البيضة قال كسر لهم طلع لهم جنزير، والذي رفع السماء ما زول ساحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، طلع جنزير من جوا البيضة، يعني السوسيه انقلب شنو؟ جنزير. قال لهم التجار دير رابط زول، إلا تجيبوا خروف السن من الشعب هنا هم فيهم بدل جميعا، تجيبوا خروف يضبحوه الربط ده بيتفك كله. جابوا خروف ضبحوه لقطوا الدم والدوم ما بعرف. ناس غريبين يا جماعة، زول ما يصدق يعني شغل كهانة وشغل دجل وشغل أشياء زي دي، زول يكون يترفع عن هذه الأمور بعقيدته السليمة في الله سبحانه وتعالى. طيب قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، بيكشف الشيء شنو في القلب. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العراف، وده التعريف يا جماعة اللي بيجمع النازل كلهم، قال اسم للكاهن والمنجم، المنجم الذي يدعي أن هذه النجوم لها تأثير في تدبير شؤون الخلق. قال اسم للكاهن والمنجم والرمال، تاع الرمل ذاك اللي بيكتفي، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فالزول يا جماعة إذا ادعى علم الغيب سواء سمي كاهنا أو عرافا أو رمالا أو منجما أو إلى آخره، فليعلم أنه كذاب وأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وأنه من رؤوس الطواغيت الخمسة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. طيب قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وهذا الأثر ضعيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن. أما الموقوف صححه بعض أهل العلم وذكروه في مصنفات كابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، أخرجه قال عبد الرزاق في مصنفه، أنا قلت ابن أبي شيبة. طيب قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد قال عبد الرحمن بن حسن هي هذه الحروف الهجائية أبا جاء إلى آخره. قال فإن كانوا يستعملونها للدجل فهذا محرم، وإن كانوا يستعملونها لربط الكلمات وللتعليم فهذا هو الذي أباحه الله تعالى. يعني بيقولوا الكلمات دي أو الحروف دي وبأساليب معينة، وأحيانا يستخدمون الأرقام، يستخدمون الأرقام وهذا مشاهد
ومرات تلقاهم في بعض الكتابات في الأحجبة والتمايم اكتبوا الكلمة ناقصة، إنا أعطيناك الكو، وقف هنا ما بتم الكلمة. ويذكر أحيانا أسماء بعض الملائكة وبعض الرسل، اكتب لك جبريل عليه السلام بجنب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي النص يعمل لك نجمة، وبالجمات يعمل لك قمر قمرة. ومرات كلمات يعني لا تفهم، وفي نص الدائرة اكتب لك الزول المسحور أو الزول الدارين يحفظوه بزعمهم هم إلى آخره. ده كله يا جماعة من أساليب هؤلاء الدجالين والسحرة. والليل عندهم أساليب كثيرة جدا، عشان كذا الزول ما يستغرب اللي بيقرا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما بيتعجب لما نمشي لواحد من الدجالين ديل اللي بيدعوا الصلاح. لما انت تشوف الإبريق جاي جاري له ينقز ما بتقول دي كرامة، ولا تشوف سباتة طائرة، ولا واحد والله سمعته بأذاني قال مشينا لواحد قال ذني أنا قاعدين الصينية بتاعت الشاي جات برا، قال طائرة في الجو برا وده في ساسة هو هنا انت ما جايب كذا قراية الكرسي ما تكشح فيك الشاي ده. قال الصينية جاية ماشية برا برا بال لك أسامة أشرب وفلان أشرب. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفرقان، قال ومن أعمال هؤلاء الشياطين أنهم يدخل الواحد منهم في طائر في عصفور فيتكلم هذا العصفور فيسمعه من يعتقد فيه. قال ويذهب أحدهم إلى القبور إلى قبور بعض من ينسبونهم إلى الصلاح. قال فيأتي ذلك المعتقد فيه فيخاطبه هذا من جهة القبر فيذهب فيقول كلمني الشيخ، وأحيانا يظهر في صورته فيقول رأيت الشيخ يخرج من القبر. دي كلها من أساليب. شكي لما تلقى لك درويش مهجوم تلقى مهجوم خايف يقول لك والله شفته بعيني الشيخ ده، والله شفته القبة دي مفتوحة فجأة كده أنا قاعد جنبه فجأة شيخ ده مرق ولابس أبيض وكرعدة المنورات منورات يقول نور، ولا يقول لك بالليل بين صاحي ونايم أنا شفته. أنت ما تقول له ما شفته، لأنه الشيطان مرات منه بيتمثل، ودي من الأساليب التي يضل بها من يضل من عباد الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام تيمية في نفس الكتاب الفرقان، قال وبينما عبد القادر الجيلاني رحمه الله، طبعا ديل ماسكين فيه زايد وطريقته ما بتختلف عن طريقتهم ذاته، عبد القادر الجيلاني وكذا ما سوى له كتاب ألفه، ديل مجارمة نسبوا الشغلة دي له وسووا طريقة سموها الطريقة القادرية وإلى آخره ومتمسكين به، وعقيدته ضد عقيدته. الدار يفهم يعرف الكلام ده، عبد القادر الجيلاني عنده كتاب كتبه بيده اسمه غنية الطالبين. أنا أديك فيه حاجة واحدة بس، وإن كان أخذ عليه بعض المآخذ، لكن هو يختلف من هؤلاء الصوفية ناس الطريقة القادرية ماسكين في ساي زي الناس اللي بيغلوا في عيسى عليه السلام وهو بريء منهم. قال في غنية الطالبين أثبت فيها الاستواء لله تعالى، الرحمن على العرش استوى، أخذ هذه الآية بظاهرها كما أخذها السلف كالأوزاعي ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة والليث ابن سعد ومجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى وأبو العالية تلميذ ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، ورحم الله من كان منهم من التابعين ومن بعدهم. بيثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى. أمشي الليل أمسك الصوفي، أي صوفي تلاقيه في الدنيا دي أمسكه، إلا يكون دخل جديد ما أعرف الحاصل لسه مسكين جديد، لكن أمسك أي صوفي يقول له الله وين. أول شيء يقول لك لا يسأل عنه بالأينية، بالأينية يسأل عنه بالأينية دي في السنة في صحيح مسلم وفي الموطأ باب العتق للإمام مالك.
قال من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما ضرب جارية له لطمها لما أضاعت ماعزا له معزة لطمها قال أصابني ما يصيب البشر من الغضب قال فلطمتها بعد ذاك رب العزة والجلال قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الزول التقي ذا بيرجع سريع فأراد أن يعتقها ليكفر عما فعل فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين الحديث ده في صحيح مسلم وفي الموطأ قال أين الله دي أين ذات واللفظة دي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة شوف الكلام ده عجيب كيف قال لا أعتقها ما قال لي فهي مؤمنة فإنها مؤكد مؤمنة أكد إيمانها صلى الله عليه وسلم وذي لسيب أكد كفرك اتدى لما تقول الله في السماء زي ما قالت الجارية وزي ما في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إلى آخره هم بيقول لك أنت مجسم وأنت أثبتت المكان لله وأنت كافر بالله سبحانه وتعالى عشان كذا أسأل وقول له بجوز الصلاة ورا الزول المستقيم أو الزول عقيدته بيقول الله في السماء زي ما في القرآن والسنة يقول لك لا 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 ده وهابي يقول لك هذا وهابي بتاع ولا تبقى وهابي ولا انصار سنة ولا غيره ولا صوفي ولا غيره أبقى مسلم مستقيم طيب نحن عشان الكلام يا جماعة ما يشتت في نهاية المطاف نرجع إلى ما ذكر نقول بأن هؤلاء الدجالين يستعملون الشياطين وأن هؤلاء الشياطين لهم استعمالات كثيرة الجران للكلام ده عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال خرج ذات يوم في الطريق فبينما هو يمشي الكلام تلقى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال فبينما هو يمشي في الطريق إذا به يرى فوقه عرشا عظيما فوقه نور ماشي براه في الطريق شاف له عرش كبير جدا وفوق له نور فخاطبه صوت من فوق النور من فوق العرش من النور قال يا عبدي عبد القادر أحللت لك ما حرمت لعبادي تقال لو وصلت درجة خلاص ثاني ما أنا أحليت لك أشياء كثيرة حرمتها لشنو للعباد قال فنظر عبد القادر إلى العرش وإلى النور فقال اخسأ عدو الله فإنك شيطان قال ابن تيمية فتمزق النور وتلاشى وتلاشى العرش قال فسمع مناد قال يا عبد القادر كيف نجوت مني والله أضللت بها جمعا من خلق الله ناس كتار قال لا أنا أقنعتهن إنه نولي بالطريقة قال عرفت ذلك بأمرين الأول ما كان لله أن يرى في الدنيا لا تدركه شنو أبصار قال له والثاني ما كان لله أن يحل لي ما حرمه على أبي بكر وعمر وهما أفضل مني قال نجوت مني بفقهك كذا ذكر ابن تيمية رحمه الله الله فهمك ولذلك كثير من الناس مخدوعين خدعوا مخدوعون طيب فما يزول شوف في علامات كثيرة بتدل على إنه الزول ده دربه ده ما صحيح هو شيء ما تمش له ويدعي الصلاح نحن عملنا وفعلنا وفعلنا أعرفه ده ما صالح لأنه الصالح بينكسر لله الله ما بشكر نفسه تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهناك سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر والزول الصالح لما يمدحوه بينكسر لله سبحانه وتعالى ما بيغتر دي واحد اثنين تلقى الناس في الجامع وهو بصلي في بيته شايل له سبحة لا لوبة ومولع له بخور ومعلق له رايات
ومعاه كم نفر برا وجوا وشغال ور ور ور، والناس في الجامع أعرفوا ده زول دجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسجد حتى في مرضه الذي مات فيه، لما جاءته شوية عافية في البخاري وفي فتح الباري لابن حجر قال قالت عائشة رضي الله عنها أزيل الستر ستر الحجرة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمسجد قد امتلئ، فقال خذوني إلى الصلاة. قالت عائشة فرفعه العباس ورجل آخر، قال ابن حجر هو علي بن أبي طالب. قالت وأخذاه إلى المسجد ورجلاه تجران، وفي لفظ ذكره ابن حجر تخطان في الأرض، يعني ما قادر شنو يخطو لما الرجل جرات وهو محمول صلى الله عليه وسلم العباس وعلي، حتى قدم في الصفوف فقال الناس فأخذ الناس يسبحون وأبو بكر لا يلتفت في صلاته حتى قدم، فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم للصلاة فصلى جالسا وأبو بكر بالقرب منه، فالشاهد لحد آخر حياته بصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم. الدجال يصلي في بيته، القدي من العلامات، من العلامات ومن أكبر الأدلة أنه يدعي علم الغيب مما تجي خاشي عليه وإنت ما بتعرفه ولا هو كان بعرفك، يقول لك إنت محمد ودعلوية أعرفه شغلته دي جايزة، دار إنت عرفت اسمي كيف؟ دار عارف إنت اسمي عملت لي بحث إنت عرفته كيف ذاته؟ تعرفه ده زول دجال وعنده شياطين والله الذي لا إله غيره، وبيتخاطب مع شنو؟ مع القرين. طيب فيه مسائل في هذا الباب، باب يعني ذكر الكاهن إلى آخره، ما جاء في الكاهن والعراف ونحوه، فيه مسائل. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأنه ده بيدعي علم الغيب والقرآن بيقول ما بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليطلعكم على الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الثانية التصريح بأنه كفر، هذا الساحر هذا الكاهن كافر، وبأنه كفر، هذا التكهن من الكفر. الثالثة ذكر من تكهن له، ما الكاهن ده معروف اللي بيتكهن لذاته ويصدق ده كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق في سنن أبي داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الرابعة، المسألة الرابعة، ذكر من تطير له، يعني تشوئم له، تطير التشاؤم. الخامسة ذكر من سحر له، برضو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البزار رحمه الله تعالى الذي ذكر آنفا. السادسة ذكر من تعلم أباجاد الحروف من أجل استعمالها في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف على تعريف البغوي رحمه الله، وإلا على قول بعض أهل العلم الآخرين كشيخ الإسلام رحمه الله هم سواء، وهو اسم للكاهن والعراف والمنجم إلى آخره.